قريبة لأمها، سرها أمنها، تتفصلش عنها أبدا. لما بتكبر وبتجوزها بترجعها لشبابها، لما بتخلف بتمارس دور ده مع ولادها. قصة انتوا عارفينها أكتر مني، لكن جانا ما عندهاش ده خالص. جانا اللي هتشوفوها معانا هتحكي لكم قصة غريبة وعجيبة. مش هطول على السادة المشاهدين، تعالوا اسمعوها. نوراني شرفاني، ويا الطعامة والجمال ده. شكرا. أنا عايزة أقول إن ماما وبابا اتطلقوا وأنا عندي مكملتش سنتين. ساعتها ما كنتش بشوف بابا خالص، كنت عايشة مع ماما اللي هي أخت تانية بس من أب تاني. الأخت دي بابا واخدها وهي مش عايزة تشوف ماما خالص، يعني هي رافضة إن هي تشوف ماما. أنا كنت بسافر مع ماما سينا وأسوان الحتت دي عشان ندور عليها. بعد كده بدأت بعد ما تميت دور على مين؟ على أختي اللي هي من الأب التاني. المفروض كان ماما رفع قاضي عشان تاخدها ومعرفتش تاخدها. هي أختك دي أكبر منك؟ أه أكبر مني، دلوقتي بقول يا جماعة. أكبر منك كام سنة؟ أنت كام سنة؟ أنا 14. أكبر منك بتاع 6 سنين. بس رحنا سافرنا عشان ندور عليها، كانت رافعة قاضي. 3 سنين. 3 سنين أكتر؟ تميت 9 سنين بدأت أشوف بابا. قبلها كنا بنروح الشركة بتاع بابا. بابا بيشتغل ايه؟ بابا كان بيشتغل محاسب في شركة دي. رحنا ماما كانت عاملة ورقة عشان تاخد فلوس من هناك. رحت هناك وكنت أول مرة ساعتها أشوف بابا من كام سنة. شفته وساعتها قعد يعني لعبني وكده. ساعتها ماما قالت له احنا عايزين فلوس. ساعتها اداها فلوس قدامي، اداها فلوس قدامي وأنا كنت واقفة كنت لسه صغير. وساعتها خدني واشترينا لبس وأكلني بره. بعدها بكام يوم ماما رجعت رمت، جابت كيس أسود رمت فيه اللبس ورمته له قدام الشركة، وراحت قالت هناك ان هي ما خدتش منه فلوس. ماما انا ما قلتش ان يعني ماما ما قلتش ان هي يعني ما بتجيبليش، اي ام بتجيب لي بنتها، بس ماما ما كسبتنيش. كانت بتعاملني معامله يعني انا نفسي ما كنتش بستحملها معاها. سافرت وبهدلت معاها كتير وما كنتش، ويمكن ما وانا في اولى ابتدائي ما كنتش بروح المدرسه بسبب ان انا كنت ببهدل معاها من سينا لاسوان، كنت بسافر. السفر ده عشان تجيب اختك؟ تجيب اختي. في الاخر ما كسبتهاش، يبقى سيبيها. كنت بتروح وبتبني لوحدي، يعني انا من وانا صغيره بقعد عند الجيران ما بقعدش في البيت. هي بتروح شغلها وبتيجي بالليل. تشتغل ايه؟ مرشده سياحيه. بتروح شغلها وبتيجي بالليل، انا على طول قاعده لوحدي في البيت ممكن من الفجر لحد بالليل عند الجيران. مدرستك؟ بس ما كنتش بروح كل الاوقات عشان هي ما كانتش موجوده عشان توديني. ما هو مين هيبقى موجود عشان يوديني؟ انا مش هروح لوحدي وانا صغيره. 14 سنه المفروض انت في سنه كام؟ انا في ثالثه اعدادي. كانت بتسيبني وانا صغيره عند الجيران، يا اما كانت بتسيبني في البيت لوحدي. كنت بقعد في البيت لوحدي بعمل بشغل البوتاجاز والغاز موجود لوحدي. كانت دايما سايباني لوحدي، ما كانتش بتفهم. كانت بتقول لها توديني عند بابا، بابا هيراعيني هناك. لا ابوك ما يستاهلكيش. كانت دايما يعني انا اقول لها يا ماما انا مش هستحمل منك ده. هي المفروض ماما متجوزه. يا بنتي بتشغلي بوتاجاز وانت كام سنه؟ كنت اولى ابتدائي يعني.